تحديد هدفي هو مشاركة تجربتي معكم لا غير، ولا أنصح ولا أحرض أي شخص أن يهاجر بهذه الطريقة. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى انكم تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير. الا كنت كتشوفوا هذا الفيديو في الصباح، صباحكم يكون مبروك ان شاء الله. تحياتي للناس الجزائر وتحياتي للناس المغرب، تحياتي للمتتبعين ديالنا من الجزائر ومن المغرب وبصفة عامة من المغرب العربي. باش ضرب عندنا دورة، قلت له ودي شحال باقي لينا؟ قال لي باقي لينا تقريبا شي ساعة. صافي داكشي اللي كان مهم. وصلنا مع ديك العشرة الليل هكاك، وصلنا مع العشرة الليل خرجونا عاوتاني، حيدوا لينا المينوط، حيدوا لينا كل شيء. فاش جا داك المغربي لقى كل شيء محيد، يعني راه تيبينوا ليهم زعما راه تهلا فينا، يعني راه ما دار لينا لا مينوط لا حتى حاجه. صافي داك الشيء عطاونا الحوايج كاملين. داك المغربي اللي بغى يشدنا قال لي شوف حوايجك واش هما هذوك، واش كل شيء كامل مكمول. قال لي باش الا غير نخرجوا دابا من الباطو لبرا صافي راه ما تتسال والو. صافي قلبت حوايجي مزيان، قلبت داك الشيء اللي كان عندي في الجيب، قلت له دير كل شيء كامل. صافي من بعد قيد قال لينا راه ولينا السميه ديالكم، باش نمشي نشوف في الكوميساري واش كاينين نتوما عندنا بعدا في المغرب ولا ما كاينينش، ولا جايبينكم من شي دوله اخرى تيبغيو يلصقوكم للمغرب. صافي عطيت لهم انا السميه الحقيقيه والكنيه الحقيقيه، لحقاش في الميري عطيت لهم داكشي كلشي مخربق، العمر مخربق، السميه مخربقه، كلشي مخربق. جيت للمغرب عطيت لهم داكشي حقيقي. صافي مشاو قيدوا داكشي، وهذاك طلع داكشي ديالي هو هذاك. الدري الاخر عطاهم السميه الكنيه وكلشي عطاه ليهم، ما بغاش يطلع ليهم. صافي قال لي واش كتفلى علينا وهادي. صافي قال لهم ودي راه داكشي حقيقي، راه ما كذبتش عليكم. من بعد خرجوا. صافي فاش خرجوا انا سبقتو لسميتو، سبقتو الصافيت، ريحت تما وبقيت كنتسنى هو اللي كان معطلنا شويه حتى هو. المهم بداو تيقلبوا، قال لي يلا ديروا لي البصمه، راه عندي البصمه تقدر تطلع لي البصمه. مشى دار البصمه هو، ما بغاش يطلع لي كاع البصمه، حتى البصمه ما بغاش تطلع. ما تعكسات مع ديك الليله ولا ما عرفتش اش دار كاع. المهم البصمه ما بقاش بغات تطلع، السميه ما بقاش بغات تطلع. صافي قال لي واش عندك شي نمره ديال خوك ولا شي كذا باش يعطينا النمره لاكارت. صافي من بعد جبدوا واحد السيري ديال لاكارت، ماشي ديك النمره اللي كتكون مثلا ديك الاس وكذا، يعني واحد النمره اخرى. عطى لهم ديك النمره اخرى، جبدوه طلعوا لقاو السميه. صافي السميه هي هذيك، الكنيه هي هذيك. صافي وقيدوه. باش مشينا للكوميساريه بداو تيقيدوا لينا السميه، داروا لنا داك المحضر. هذاك المحضر تيكون فيه تقريبا واحد مولطه اللي هي واحد البروسي ديال شي 500 درهم، ولكن هذاك ما تيجيكش حتى تفوت واحد 4 سنين 3 سنين عاد باش يجيك داك البروسي. المهم قيدو داو تيقيدو، هو واحد جوج عاوتاني كانوا مدابزين، واحد مول الرموكه، واحد سميتو واحد مول الرموكه، وواحد ديك السكرتيه تما اللي كيبلاصي والرماي. المهم كانوا مضاربين هذوك تما. صافي من بعد جاو هذوك زادو عطلونا حتى هما، بداو تيديرو ليهم الصالح كدا. صافي حمرو ليهم المحضر ديالهم تا هما، ودارو ليهم الصالح، وجاو عندنا حنايا عاوتاني. بداو تيقيدو لينا السميات وكدا، إيوا داكشي اللي كان عشرة. من بعد ما قيدو لينا السميات شدونا تما تقريبا من شي لعشرة حتى لشي وحدة ونص ديال الليل. المهم عيط لعشيري اللي كاين في البيت، قلت له ودي راه ردوني، وجد ليا سميتو باش نعيط عليك، حل ليا الباب لحقاش مديش معايا السوات. صافي داكشي نيت اللي كاين. مشينا انا والدري، عيط الله راهم، قال لي ما ودي راه ضربوني هرسوا لي السنا. قلت ليه ما كانش عليك تقول لهم بلي راه هرسوا لك السنا وضربوك وكذا. قلت لي لحقاش هما يتشوشوا عليه، صحاب ضربوا معاه ثاني يتشوشوا عليه، يعني يبقاو يفكروا واش هو لاباس واش كذا. يعني قلت لي الا كانت شي حاجه ضروريه خصك تمشي تعاودها ليهم، يعني بلا ما تبقى هنا يبقاو مشوشين عليك واش لاباس، واش ياك ما ديك السنا تهرسات، ياك ما ضربوه لشي بلاصه اخرى، ياك ما هادي ياك ما هادي. يا دي كان عليك ما تقولهاش ليهم، واخا يقولوا لك زعما واش ضربوك واش داروا لك شي حاجه ما تقولش ليهم، يعني ما تبقاش تعاود ليهم داكشي اللي تيوقع نيشان، يعني شي حاجه اللي تكون خايبه ما تبقاش تعاودها ليهم، عاود لهم داكشي الزوين فهمتيني، باش ما تخليهمش يتشوشوا عليك. يعني داكشي اللي كاين. من بعد مشينا للدار، ضربنا تدويشه بدلنا علينا الحاله. المهم داك الزيت عاوتاني حيدنا داك الزيت، غسلنا الحوايج. صافي فاش دوشنا الدري ما عندوش باش غيبدل، ما عطيتوش شي حوايج، كان عندي شي حوايج تما معانا، جبت حوايج وكاري. صافي عطيت شي حويجات كدا، بات معنا ديك الليله حتى الصباح. صباح الصباح مشيت عاوتاني للخدمه، وهو مشى بحالاتو عاوتاني، مشى عند الدراري عشران عاوتاني باش يبدا في الريسك عاوتاني. المهم داكشي اللي كان، مشيت خدمت عاوتاني، تلاقيت مع واحد عشيرو وقال له ودي راه واحد الدري من وجده كدا كدا راه تغرب. قلت له ودي راه انا وياه اللي تغربنا ولكن ما كتبش. صافي داكشي اللي كان. المهم فاش رجعت
الدراري قال لي تنعرف، تيبقاو يدويو تيقولو لك اودي وعلاش ما سلتيش، علاش كيفاش وقع لك انت ما هربتيش، وشنو يعني علاش ما بدلتيش الضربه، ما درتيش هادي ما درتيش هادي، يعني تيبغيو يفشلوك. وفي ديك اللحظه انا تنزيد نتموتيفا، فاش كيبغي بنادم يفشلك تنزيد نتموتيفا اكثر. المهم بقيت هكا كنقول لهم ودي راه ما مكتبهاش، راه هادي راه هادي راه هادي. المهم تيقول لك لا هو انت سلتي وكذا، انت وصلتي له وما سلكتيهاش وعلاش وهادي وهادي. يقول لي ودي راه ما مكتبهاش. صافي داكشي اللي كاين، رجعت عاوتاني للخدمه، رجعت للريسك عاوتاني، ديت كنريسكي كنريسكي واحد الليله عاوتاني مشيت نريسكي. المهم صافي ظلام الحال، وفاش كتدخل المرصه، باش فاش كتدخل المرصه بالليل راه كتبقى يعني الليل تيكون كلشي سكات، كاين لا طوموبيلات تيدوز ولا والو، تيكون هذيك الرمايك تيتمشاو بشويه، يعني تتمشي الرموكه تمشي تفوت السكانير، تتسنى ثلاثه د الرمايك تيفوتو السكانير عاد باش يجيو ثلاثه اخرين يفوتو السكانير. المهم صافي بقينا كنتسناو 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 فوقاش عمر ديك البلاصه واحد شويه، وهي بدات كتعمر نوفو بدات كتعمر، بدينا كنشوفو السيكيريتي واش ما جاش شي واحد، يعني ديك الوقيته ودنيك راه تيسمعو كلشي، تسمع غير ميكا كتحرك تقول واش شي سيكيريتي جاي، واش شي حاجه هادي جايه هكذا. المهم بقينا غاديين هكاك طن، وضربت واحد الرموكه تقريبا من شي السبعات العشيه، وهي مضي ماريونات تحت منها تقريبا شي حتى شي تسعود تسعود الليل، عاد مشات فوت السكانير، دزت من السكانير وصلنا تقريبا مع شي فاش فاش تيوصلوا السكان تيفوتوا السكانير تيمشيو للبارك، البارك ديال الديوانه تيريحوا فيه تما. المهم مشاو بقاو مريحين تما في البارك ديال الديوانه تقريبا حتى شي 11 الليل، 11 الليل بداو تيفوتوهم تيفوتوهم، حنا من دوك الاخرين كاع. صافي جاو عندنا بداو تيقلبوا وما يجبدونا، شي واحد الاحساس راه واحد الاحساس خايف فاش كيجبدوك وانت كتشوف الباطو قدامك، ما بينك وبين الباطو تقريبا شي 10 متر و تيجبدوك، راه يعني واحد الاحساس خايف تيقول لك صافي سير حتى مره اخرى وعاود ضرب عاوتاني سير. وداكشي اللي كان المهم شدونا خرجنا في حالتنا، وكاين الدراري اللي تيقول لك عاوتاني راه تيشدوك تيضربوك، هادشي راه ما كاينش، ما بقاش هادشي كان، هادشي كان قبل تيشدوك تيسلخوك مزيان تيعطيك واحد السلخه باش ما تبقاش ترجع تريسكي. وهادشي كان فاش كنت انا في شهر واحد، انا في شهر واحد ما كنتش كنريسكي كما قلت لكم في الحلقه الاخرين، يعني في شهر واحد كنت كنجمع غير المعلومات، معلومات الضرابي فين كاينين، هادشي علاش بنادم خصو يتحلب كما كنقولو، خصو يتحلب خصو يعرف بزاف ديال الضرابي، واخا ولو انني نقول لك انايا فين كاينين الضرابي فين كاينين، يعني راه ماشي بحال الا عشتي داك الواقع، يعني راه ماشي الا بحال الا مشيتي تقلب على الضرابي نتايا. ومزيان الانسان فاش يكون تما في بنينصر تمشي تسول الدراري، كاين اللي غيوريك كاين اللي ما يوريكش، وعندك عاوتاني خصك تمشي حتى للبارك تلقى تما الرمايك مبلاصيين، تمشي تدوز تحت الرموكه الاولى الثانيه الثالثه وتشوف داكشي اللي تحت، يعني داكشي اللي تحت وفين غتخبى وفين فين غتدخل، يعني بزاف ديال الدراري تيبقاو يسولوني كيفاش غندير كيفاش فين غنضرب فين غندير، يعني راه كل واحد وزورو، كاين بنادم كاع جاي غير فسميتو، كاين بنادم جاي غير الضرابي كاع مفروشي، يعني الضرابي راه غير يدير هكا غير يطلع عليك، يعني راه يلقاك، يعني كل واحد وفوقاش مكتب عليه كل واحد وزارو. كما قلت لكم عاوتاني واحد الدري دوز تما تقريبا شي 7 ايام، 7 ايام اللي دوز في بني نصر وطلع في حالاته، كاين اللي مدوز تما عامين، كاين اللي مدوز 9 شهور، كاين اللي مدوز 12 شهر، عام عامين، كان المهم كل واحد وفين مكتب عليه كل واحد وزارو. المهم كما قلت لكم رجعنا عاوتاني، مره يجبدونا في السكانير، مره يجبدونا في الديوانه، كل مره يخرجونا كاع السيكوريتي، تيشدنا السيكوريتي تما في تيشدنا السيكوريتي في سميتو تيشدنا السيكوريتي في المرسى. واحد النهار عاوتاني هادي اللي ما تنساش حتى هي، واحد النهار كنا مريسكي، كنت انا مريسكي بوحدي لحقاش ديك الوقيته كنت كنريسكي بوحدي. صافي مشيت ريسكيت بوحدي، واحد شويه هو يجي واحد الدري عشيري تما عاوتاني في ديك الدار فين كاري. صافي قلت ليه يلاه نتوانس انا وياه، واحد شويه هو يدخل واحد البوجه دي، اول مره يدخل لمرصة، فاش دخل لمرصة تخبانا في واحد البلاصه، هو يدوز واحد السيكوريتي هو يقشعو قشعو مشى يضرب في الرموكه، فاش ضرب في الرموكه خرجوه قال لي داك السيكوريتي اش كدير هنا، قال لي سير ريسكي فاش قال لي ديك اللقطه ديال سير ريسكي، قال لي صافي سير قلب 6 سعود، يعني صافي سير تخبى في شي قنص تحت الظلام ورجع عاوتاني سير ريسكي على راسك. صافي داكشي اللي داك الدري ما فهموش، مشى عاود ريسكا جبدو قال ليه سير في حالاتك واش يخرجوا على برا،
يعني كاين السيكوريتي الله يعمرها، هضرت هما السيكوريتي بعد منهم الله يعمرها هضر، ولكن تا هو راه تيدير خدمته يعني شي مرات راه ما يعقلش عليه. المهم رجع عندنا عاوتاني فين تخبى، انا تبع داك السيكوريتي هو يخرج كاع، خرجنا تقريبا بشي 4 بينا، هذاك لا خرج بلينا التخريجه ب 4 بينا، باش رجع عندنا عاوتاني البلاصه فين تخبينا تبع السيكوريتي هو يجمعنا كاملين. هادشي علاش يعني من الاحسن بنادم يريسكي بوحدو ولا مع عشيرو، ولكن تنفضل انا بنادم انه يريسكي بوحدو، انه هو تتمشي تحصر موكا تقدر تلقى فيها ضربه وحده تخشو فيها انت وعشيرك، يعني شكون فيهم شكون اللي تسبق، واش تسبق عشيرك واش تسبق انت، يعني من الاحسن الانسان اللي تيبغي يريسكي بوحدو. و